التاسعة صباحا من أونلايف، أهلا بكم. أصدرت مصر والسعودية والإمارات والبحرين لائحة بأسماء الأفراد والكيانات الإرهابية، وأكدت الدول الأربع في بيان استمرارها في ملاحقة الجماعات الإرهابية ومصادر تمويلها. وجاء في البيان الصادر عن الدول الأربع أن لائحة الإرهاب هذه مرتبطة بقطر وتخدم أجندات مشبوهة، في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن عن محاربة الإرهاب من جهة وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى. من جهته، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا باعتماد قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بقطر. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، نص القرار على توجيه الجهات الرقابية بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأي علاقة مهما كان نوعها مع الأسماء الواردة في القائمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القوانين سارية المفعول في الدولة. أفادت مصادر أمنية بأن جهاز الإنتربول جدد نشراته الحمراء ووضع أسماء المذكورين في لائحة الإرهاب التي أعدتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين. وأكدت المصادر أن تجديد إرسال النشرات الحمراء جاء لملاحقة الإرهابيين حال تحركهم من الملاذ الآمن الموجودين به لدول أخرى من أجل القبض عليهم. إلى ذلك، أعلنت رابطة العالم الإسلامي تأييدها للتصنيف الصادر لقوائم الإرهاب المحظورة وإسقاط عضوية الإرهابي يوسف القرضاوي بالمجمع الفقهي الإسلامي. وأكدت رابطة العالم الإسلامي دعمها لكل الجهود التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب ونشر الفكر المتطرف. شكرا للمتابعة، في أمان الله.